أعزائي متابعي ومتابعات أبو كبير ميديا، موجودين مع حضراتكم من تاني مع التوأم الروحي. التوأم الروحي طبعا مجننين مصر في الفترة الأخيرة زي ما حضراتكم شايفين، لحظات من الحب، لحظات من الود، لحظات يعني زي ما حضراتكم شايفين، أحاسيس ومشاعر، أحاسيس ومشاعر. أنت الظهر يا أخويا، أنت السند يا أخويا، نفس اللحظات، نفس اللحظات بيعيشوها تاني. يعني ما شاء الله بيضربوا المثل في الأخوة، يعني ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، زي ما حضراتكم شايفين، زي ما حضراتكم شايفين، أهو أهو يلا يلا بينا، أهو زي ما حضراتكم شايفين جايين مع بعض بالراحة بالراحة، زي ما حضراتكم شايفين جايين جايين مع بعض. الإخوات الإخوات سند، الإخوات ظهر، الإخوات سند، الإخوات ظهر، زي ما حضراتكم شايفين داخلين مع بعض وحاطين إيديهم على إيدين بعض وبيبوسوا بعض، بيبوسوا بعض، بيبوسوا بعض. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. لا وجايين وعازمين بعض على اكل، عازمين بعض على اكل، عازمين بعض على اكل. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ده كل اكل هتاكلوه دلوقتي؟ كل ده اكل هتاكلوه دلوقتي؟ لا وبياكلوا بعض كمان، بياكلوا بعض، بياكلوا بعض. رومانسيه، رومانسيه في الاخوه، رومانسيه في الاخوه. يا الله يا الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ زي ما حضراتكم شايفين هينسفوا كل الاكل ده دلوقتي، جايين جعانين من البيت. هتعملوا ايه دلوقتي؟ هتعملوا ايه؟ بياكلوا بعض، بياكلوا بعض. يا سلام على الحب، يا سلام على الحب، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، زي ما حضراتكم شايفين. يا الله يا الله، جعانين جعانين. انتوا جايين جعانين؟ اه جعانين. خشوا مع بعض كده، وخشوا الحموا مع بعض، الحموا مع بعض، الحموا مع بعض كمان، قربوا الكراسي من بعض. الناس اللي بتهاجمنا يا احمد، انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ حطوا الكراسي، اعدلوا اعدلوا نفسكم، اعدلوا نفسكم. ادلوا وشكم، ادلوا وشكم. انا مش عارف ليه الناس احمد بتهاجمنا، قلبت علينا وقالوا ان احنا تايهين من عيشتنا. احضنوا بعض، احضنوا بعض. يا سلام على الاخوه، يا سلام على المحبه، يا سلام على المحبه. ده مجرد تمثيل. اه انت هتاكلوا ايه؟ احنا نبسط الناس. الله الله يا محمد، دلوقتي احنا جينا ظهرتوا في الفيديو ودلوقتي بتعرضوا موهبتكم وبتاكلوا. اكلوا بعض، اكلوا بعض. يا سلام على الاخوه، يا سلام على المحبه. اتنين توأم، فوله واتقسمت نصين. مع حضراتكم فولة واتقسمت نصين، يعني موجودين دلوقتي يعني بياكلوا وجعانين، جايين جعانين بياكلوا. يا سلام، تعرضوا موهبتكم ازاي؟ هتمثلوا؟ احنا دلوقتي الناس دلوقتي جايين موهبتنا، كلمنا احنا، كلمنا احنا، الناس دلوقتي جايه تعرض، احنا دلوقتي جايين نعرض موهبتنا والكلام ده. والناس طبعا فاكره ان الموضوع ده كله تمثيل وهزار وكذب مش حقيقي، وزي ما الناس كتير انتقدتنا حضرتك، وكتير الناس كتير ما عجبهاش الفيديو. لا في ناس كتير عجبها الفيديو، في ناس كتير عجبها الفيديو. انا مش عارف الهجوم الشديد ده علينا ليه، في الوحش وفي الحلو حضرتك في كل حاجه، فكل حاجه بيبقى فيها الحلو وفيها الوحش. انتوا الحلو كله. اه صح كلام انا يا محمد ولا لا؟ كلامك صح جدا يا احمد. فعلا بعد ما نزل الفيديو الناس كتير انتقدتنا طبعا، وقالت ان الفيديو وحش جدا، وفي ناس عجبها الفيديو وقالت على الفيديو كويس جدا. فزمان احنا كان هدفنا ان احنا بنمثل، ان احنا هدفنا ان احنا نبسط الناس، ان نكشف موهبتنا للناس، ان احنا كنا عايزين. اه الحمد لله احنا كنا عايزين الناس يعني نكشف موهبتنا للناس، ان احنا بنحب التمثيل بس كده. يعني كان هدفنا ان احنا ما نزعلش الناس مننا. يعني دلوقتي انتوا جايين دلوقتي علشان تاكلوا، انتوا جعانين تمام؟ لان زي ما حضراتكم شايفين يعني قدام حضراتكم دلوقتي جعانين، جايين جعانين وداخلين تحدي اكل، بياكلوا بعض، بياكلوا بعض، اهو 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 بياكلوا بعض اهو. بيدي لاخوه، بيدي لاخوه بقه، يعني ده دي المحبه ودي الاخوه. يعني دي زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو، ايه المحبه دي كلها؟ انتوا اول طابق في مصر. اه انتوا ايه الشبه الرهيب اللي بينكم ده؟ اه تعالوا قربوا من بعض، دخلوا الكراسي ببعض مش كده؟ لا ادوني وشكم. ايوه دخلوا بقى جنب الكراسي جنب بعضها. يعني زي ما حضراتكم شايفين التوأم يعني نسخه طبق الاصل، نسخه طبق الاصل، وكانهم واحد، فوله واتقسمت نصين. ايه السر؟ ايه السر؟ هو حضرتك دلوقتي احنا الحمد لله يعني احنا شبه بعض جدا، والحمد لله يعني علي صوتك. الحمد لله ان احنا شبه بعض جدا يعني، والناس يعني ما بيننا وكده. اه حته
حته الشبه دي والكلام ده بتخلي الناس يعني بتحصل موقف معانا كوميديه, الناس تضحك وتهزر معانا في الشارع والكلام ده, فدي حاجه حلوه من عند ربنا. يعني انت لما يكون لك اخ توام وبيبقى نصك التاني, فانت بنتعامل ان احنا بنحب نكون موجودين في كل مكان مع بعض, ان احنا لو في مكان انا اخويا مش موجود فيه ببقى متضايق الكلام ده. بحس لما حد يتعور راسه صغير التاني كان بيحس, طبعا حضرتك لما حد فينا مثلا يبقى تعبان التاني بيحس ان هو تعبان, حد فينا بيبقى زعلان التاني فينا بيحس ان هو زعلان, بيحس ان حاجه ان هو ناقصاه. نحب نبقى متواجدين مع بعض في كل مكان وكده. واحنا طبعا يعني عايزين نقول للناس يعني ان هم يعني لو اي حد زعلان مننا او متضايق مننا لا ما يزعلش, ده كله هزار وتمثيل وكل ده مش حقيقي وكده والكلام ده. ماشي المشهد حضرتك. يلا اخويا يا سلام على الاخوه, يا سلام على المحبه. حبيبي والله ماليش غيرك يا اخويا والله, يا دلع السلام انت السنه حبيبي يا اخويا. انا غيرك والله, قطعتوا قلبنا, قطعتوا قلبنا حبيبي والله. مبسوط ان انا شفتك والله يا اخويا حبيبي. عيرتني معاكم انتوا بقى جايين دلوقتي عشان تاكلوا؟ ده كله اكلوا بقى, اكلوا بقى. مش عايز احس ان انا مجوعكم. خد يا اخويا, طالبين طواجن كمان. احنا جايين انتوا من بعد الفيديو اللي عملناه, ربنا غناكم الحمد لله. يلا حط له بقى بقه, بقى حط له بقه ده على الوالدين حضرتك والكلام ده, ربنا يخليه لكم يا رب. حط له بقه, حط له بقه. دعوا الوالدين اهم حاجه حضرتك الحمد لله, فدعوا الوالدين كل حاجه بتمشي. اداله بقه اهو بياكلوا اتنين توام, اول توام متشابه, اول توام متطابق في مصر, اول توام متطابق في مصر. يعني زي ما حضراتكم شايفين فوله واتقسمت نصين, فوله واتقسمت نصين حصريا بس على موقع ابو كبير ميديا, مش هتلاقوا التوام غير عندنا وبس. فوله واتقسمت نصين, يعني زي ما حضراتكم ادونا كده ووشكم معانا كده زي ما حضراتكم شايفين, مفيش فرق. الشعر نفس الشعر, نفس العين, نفس الودان, نفس كل, نفس النظره, نفس كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين. نفس القميص بس مع اختلاف الالوان, او زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو اهو. كله مش عايز احس ان انا حرمتكم الاكل. كله وحشينا جدا يا اخويا والله. عندنا عزمتك يا اخويا. يا سلام على الحب, يا سلام على الحب حبيبي. يا سلام يا سلام يا سلام, لسه الدنيا فيها خير, لسه الدنيا فيها خير حبيبي. اخويا ايدك, اول طبخ لك ايه؟ كل كمل اكل, كمل اكل الحمد لله. اديله اكله, اكله الاكل جميل جدا والله حضرتك. يعني اخويا اخويا الحمد لله. خد اخويا, الف انا وشفا حبيبي اخويا. يا سلام يا سلام, الف انا وشفا يا اخويا حبيبي اخويا. يا سلام يا سلام يا سلام على الاخوه, يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المحبه, يا سلام. يا سلام على المحبه, يا سلام. اهو زي ما حضراتكم شايفين يعني اهو اهو اهو. كل 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 احنا عايزين حضرتك يعني تقول الحمد لله. يعني الحمد لله, الحمد لله يعني ان دايما الاب والام بيكون داعين. طبعا طبعا هم اللي بيدعموكم, بيشوفوا الخير الحمد لله, وهم اللي بيدعمونا والكلام ده. وكل حاجه لو حصلت والكلام ده وفي اي رزق كده بتفضل من بعد ربنا الام والاب. طبعا طبعا ربنا هو اللي بيفتح الواحد بعد دعاء الوالدين. طبعا انتوا اللي طالبين دي. نوجه شكر لوالدي ووالدتي وكل الناس, كل قرايبه, كل حبايبه, كل اخواتي وحبايبي واصدقائي, ان هم دعمونا والكلام ده, وان هم شجعونا والكلام ده, ودايما واقفين في ظهرنا. بنشكرهم من كل قلبنا وبنحبهم جدا جدا جدا. يا سلام يا سلام حبايبي, يا سلام. بص معايا, مش معقول اخويا. يا اخويا, يا اخويا, واخويا بيوجه برضك رساله برضك لقرايبي وعايز يشكرهم برضك. يا سلام يا سلام. بشكر طبعا والدي ابويا وامي طبعا. ضموا على بعض, ضموا على بعض, ضموا ضموا. ان هم طبعا عايزين يدعمونا على طول ويشوفونا في احسن صوره, واحنا عشان عايزين نكتب موهبتنا الناس, وان احنا نمثل يعني, وهدفنا ان احنا نبسط الناس مش اكتر. يعني هدفنا ان احنا نبسط الناس, والناس نبسطوهم بقى بمشهد تمثيلي كده. يلا ده
اخويا اخويا يعني ده الظهر ده السند ده الحمى توأم فوله واتقسمت نصين فوله واتقسمت نصين يعني زي ما حضراتكم شايفين مفيش فرق بينهم غير القميص والقميص نفس الخامه ابدا حبيبي يا اخويا حبيبي يا انت بقى اللي عزمه انت اللي عزمه على على انت اللي عزمه على السجوق ده كله هو اللي اكله اكله هو حضرتك اللي عزمنا على الاكل ده كله والكلام ده ربنا يخليه ليا طبعا ما اتكلمش منه وده طبعا بفضل دعاء الوالدين لينا الحمد لله يعني فالحمد لله يعني الواحد مبسوط والكلام ده ان هو لما بيمشي اديله الواحد لما بيمشي بدعاء الوالدين والكلام ده دي اكتر حاجه في حياه الواحد ان هي بتبسطه والكلام ده سلام يا سلام اكله اكله اداله كلها اداله كلها باش بخيل على اخوك يا راجل لا 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 انت باش بخيل على اخوك يا راجل يا اخويا تسلم ايدك يا حبيبي يا سلام يا سلام يا سلام قول يا حبيبي يا سلام على الحب يا سلام على الحب الفيديو بشيع حب حضرتك والله احنا مبسوطين جدا يعني ان احنا طبعا عرفنا الناس الحقيقه والكلام ده وان اي حد زعلان مننا ما يزعلش مننا احنا هدفنا ان احنا ما نزعلش حد هدفنا ان انت تكون مبسوط انت كمان تخرج من اي مشكله فرص جميله حبيبي والله حضرتك اي حد عنده مشكله او هم نفسهم يضحكوا في الايام اللي احنا فيها دي طب بتسطونا وضحكونا حبيبي يا اخويا حبيبي يا اخويا الحمد لله على السلامه والله انا وحشتك انت يا اخويا حبيبي بس انا يا اخويا حبيبي يا اخويا حبيبي يا اخويا حبيبي يا اخويا حبيبي عرفت منك ربنا خليك فين عرفت منك يا اخويا حبيبي يا اخويا حبيبي دايما مع بعض يا حبيبي حبيبي يا اخويا حبيبي يا اخويا حبيبي يا اخويا يا سلام يا سلام يا سلام على المحبه يا سلام اكلوا اكلوا وده حبيبي الفانوس كيف؟ يا سلام انت ما عندكش غير الطاجن ده اديله يا حبيبي يا اخويا يا سلام يا سلام اكل انت ما بتاكلش اخوك ليه اكل يا اخويا انت سلام انت طاير ابي يا اخويا ابي يا اخويا خد يا حبيبي يا سلام يا سلام هو ده الحب هو ده حبيبي يا سلام الله احلى اكل ليه الله الله احسن اخ يا حبيبي الله جايين ونفسهم مفتوح على الاكل يا سلام يا سلام يا سلام خد يا حبيبي يا سلام خد يا حبيبي تعالى لك يا اخويا تسلم ايدك يا سلام يا سلام تسلم ايدك يا اخويا تسلم ايدك على عزومه الجميله ديله 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 اكله اكله زي ما حضراتكم شايفين كمية الحب والمودة اللي بينهم يعني قدام حضراتكم فولة واتقسمت نصين أول توأم متطابق في مصر نسخة طبق الأصل مفيش أي فرق في الملامح نفس العيون نفس الخدود نفس كل حاجة يعني ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين عازمين بعض وكانوا يعني حريصين ان هم يوثقوا اللحظات دي او زي ما حضراتكم شايفين يعني بياكلوا بعض من كتر المحبه ومن كتر يعني الفرحه اللي جواهم ببعض بياكلوا بعض مش قادرين يستغنوا عن بعض هو ده التوام وهي دي المحبه هو ده التوام يا سلام يا سلام فقوا بقى اديله بقى اهو اهو يا سلام يا سلام لسه بيحسسونا ان الدنيا فيها خير بيحسسونا ان الدنيا فيها خير يا سلام يا سلام يا هو ده الحب هو ده الحب هي دي الاخوه يا سلام حبيبي اقعدوا يا حبايب اقعدوا ما تتعبوش اقعدوا امشي منك يا اخويا